سعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم بإذن الله، حيث يعود الطقس للاستقرار من جديد في عموم المناطق بعد تلاشي الضباب الكثيف في مساحات واسعة من شرق والمناطق السهلية خلال ساعات الصباح الباكر. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يسود طقس مستقر كما ذكرنا، تتفرق بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، طقس غائم جزئي 17 درجة مئوية، وبالتالي طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار، الملموسة 16 درجة مئوية فقط، والرطوبة عالية 95%، أما الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلات السرعة. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا إربد 20 إلى 10، عجلون 18 إلى 11، جرش 19 إلى 11، والمفرق 18 إلى 8 مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف والكثيف أحيانا خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، لكن سرعان ما سيتلاشى هذا الضباب خلال ساعات الصباح المتأخر. ننتقل الآن إلى المنطقة الوسطى والعاصمة عمان، طقس غائم جزئي 17 إلى 10، الزرقاء 19 إلى 8، البلقاء 18 إلى 13، مأدبة 19 إلى 9، والبحر الميت 24 إلى 16 مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف والكثيف في بعض المناطق خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، سرعة ما سيتلاشى خلال ساعات النهار. المنطقة الجنوبية الكرك تسجل 15 إلى 8، الطفيلة 15 إلى 9، الشوبك 14 إلى 7 مع 16 إلى 6، والعقبة 23 إلى 13. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية التي ستشهد تشكل للضباب الكثيف هذه المرة خلال ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر، وبالتالي تتدنى الرؤية الأفقية بشكل كبير، لكن سرعان ما يتلاشى هذا الضباب خلال ساعات الصباح المتأخر وساعات الظهيرة. أرويشت 17 إلى 10، الصفاوي 17 إلى 8، والأزرق 19 إلى 9 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.